الكرامة بتاعها مش اسم الحالة الاقتصادية. فمن باب يعني المصلح قلنا انه العائلات يعني تاخذ هذا التعويض، ولكن تطالب يعني بالحقيقة او العدالة. وفي معرفة الاجراءات لابد يعني من ذكر انه الاجراءات يعني كانت اجراءات بيروقراطية، وحتى يعني تطبيق هذا القانون يعني رغم يعني معارضنا له يعني كان في كثير من المحادثات وفي كثير من التعليم في البلدان. فمثلا تجد مثلا نفس الحالة يعني مثلا في بداية مثلا زي العاصمة وفي بداية جيجة تطبيق يعني تعود يعني هنا تختلف أخرى لأنك يعني تختلف من بلد إلى آخر. فيعني حتى الإجراءات يعني تم فيه يعني تعديل العائلات مرة أخرى من أجل الحصول على هذه الفتات الأدوارية. وعلى كل حال هذا لم يثني هذه العائلات كل هذه العائلات المواطنة من ذلك من أجل الحقيقة والعدل. سي بورفيس نشكركم على تلبية لدعوة قناة الرشاد، ونرجو أننا قد أحطنا ولو بقليل أو بشيء الميسور لمشاهدي قناة الرشاد لدور جمعيتكم أو الجمعيات بصفة خاصة أو عامة. ونعلم أننا طريق صعب وشائك، ولكن نعلم كذلك أن لا يضيع حق وراءه طالب. إلى هنا ونشكركم جزيل الشكر. شكرا شكرا كثير. شكرا جزيلا لكم، ونتمنى إن شاء الله يكون استمرار يعني في هذا ويكون استمرار لدعم هذه القضية الحساسة والقضية اللي تعني في الحقيقة كل المواطنين الجزائريين وكل الشعب الجزائري، واللي تهم واللي راح يكون عندها دور يعني وزن كبير في تقرير مستقبل الجزائر. الله يسلمك. قناة الرشاد راهي في الاستماع وفي مساندتكم لمواصلة الدرب إن شاء الله. بارك الله فيكم. الله يسلمك. مع السلامة أخي. مع السلامة. أبلغكم أن الأخ عبد الغني يحييكم ويبلغكم سلامه الحار إلى جميع مشاهدي قناة الرشاد، وأنه قد أجريت له عملية جراحية وهو يتعافى وبصحة جيدة، وقد بعث إلينا بقصيدة شعرية نقدمها لكم في الأخير إن شاء الله. إلى هنا تنتهي حصتنا لهذا اليوم، على اللقاء على الأمل اللقاء بكم في حصة جديدة. هذا عبد الله عبد النور يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا فراعنة الظلام أين ستختبئون، أين ستختبئون من دمعة المسجون وحزن أم مدفون وصمت طفل غاضب مجنون؟ أين ستختبئون من شارع ملثم مشحون ومظلوم ومحجور يمقتكم وكل بائس مبلل العيون وأم لم تنم منذ سنين من كثرة الشجون؟ أين ستختبئون من آهات تناديكم من غرف التعذيب وجميلة ثائرة صكت وجهها بعد موت الحبيب وأب طلق الحياة والأهل والأنساب يريد أن يرى فيكم الويل والعذاب؟ أين ستختبئون من الأرض والسماء وجبال الأوراس العلا رأوا منكم المنكر والحرق والتنكيل وقتل الأبرياء؟ أين ستختبئون من أسرار تقطعكم كل ليلة ساعات ساعات فتغلقون عليها في صندوق الغدر كتجارة مزجات ويتلعثم لسانكم بالنطق بالشهادة في صلاة المناسبات في ساحة غرستم فيها غناء الرشاشات؟ أين ستختبئون دون سياراتكم المصفحة وقصوركم المحصنة وكنوزكم المؤمنة وأسواركم المنيعة؟ أين ستختبئون؟ أين ستختبئون من قبضة القدر وثورة الحجر والليل إذا أدبر؟ أين ستختبئون؟ في بلدة بعيدة أم في عاصمة صديقة؟ وليكن
لن نعطيكم سفوك الغفران ولن نقبل بسلام الذل والهوان. ستبقى دماؤنا تلطخ أيديكم وأحلامنا تلعن أحلامكم.